ناس كده كتير في محامين كده بس ما بيطو ما بيعيشوش كتير، لان المحامين المحترمين معروفين، لكن المحامين الغاوين شهره كام واحد كده في مصر معروفين بالاسم برضه. ومرتضى منصور ماله؟ اجعل كلامنا خفيف عليك. على طول حبيبي مرتضى، دلوقتي حبايب، دلوقتي حبايب وحبيبي. احنا اتصالحنا، مش حبايب ومش اعداء. في مثل عندنا بيقول لك اللي في القلب في القلب. انا اصلا ما بنساش اللي اللي بيجي عليا. هو جه عليكي جامد جامد، جه عليا كتير. ومش جه عليا انا بس بصراحه، يعني جه على ناس تانيه، بس كل واحد حر في حقه. بس هو جه عليا وانا ما بنساش. اوكي، بس احنا اتصالحنا، بس ما فيش بينا كلام. يعني ازاي اتصالحنا وما فيش؟ يعني الصلح كان ايام القضيه اللي بيني وبينه، هو اتنازل وانا اتنازلت وخلاص، لكن انا شفته ولا كلمته. بمقابل ايه؟ الاعتذار. اعتذرتي؟ اه، ما عنديش مشكله. حتى يقولوا لي ما بنزل بوست او حاجه كده، يعني حاجات الكوميكس اللي بتنزل دي، يعني على نادي الزمالك وكده، يقول لي بس بقى احسن مرتضى يوريك مش عارف ايه، وتروحي تعتذري تاني. اقول لهم عادي يا جماعه، انا من النهارده لا اشتم حد في الشارع ولا اصلح في الحاره، عادي جدا. ولا اهل ولا اهلاويه؟ اهلاويه طبعا. طبعا الزمالكيه دلوقتي هيشتموا. اخاف لا، رحت الاهلي بعد ما مرتضى رسم نصر الاهلي انا على كتفي. طب ومرتضى مش مرتضى مش هترسمي هنا؟ لا مرتضى ما اعرفش، عارفه ارسم مرتضى ايه؟ بس فده برضه حاجه من ضمن الحاجات اللي بقول لك عليها التعصب. عندنا بقى في تعصب ديني، وبقى في تعصب كروي، وكل حاجه. انا دلوقتي اهلاويه. اوكي. انت مثلا زملكاويه، تشتميني ليه؟ لا يا حبيبتي، نص القناه زملكاويه دلوقتي زعلانه. طب انت حضرتك، انت اهلاوي، انت حضرتك زملكاوي، انت تشتمني ليه؟ يعني انا بحط مثلا بوست الاهلي مبروك، ما جبت سيره الزمالك. أوكي. مبروك للاهلي وكذا وكذا، وشدوا حيلكم، حتى لما الاهلي بيضعف زي الفتره اللي فاتت دي. بس دلوقتي عامل صفقات نار، ها؟ صفقات جامده، يعني 150 مليون وحاجات كده. فهو دلوقتي انا بقول بكلم الاهلي، انت كزملكاوي بترد ليه؟ انت اصلك وانت ليه يا عم؟ هو انا شتمتك كده زمان؟ مرتضى وهو اللي عرف، ما عرفش. اه بقى مرتضى بقى العو بالنسبه لي، فهو هيجيبه لي يا عم عادي. يعني هو مرتضى بيشتمني انا بس؟ يعني هو شتمني انا بس ولا انا شتمته هو بس؟ يعني انا لما عملت اغنيه انتقدته فيها هو بس؟ ما انا قبلها كنت عامله البرادعي، وعامله حمدين، وعامله مرسي، يا مرسي بيحكموا، يا ناس بتحكم، بنقدهم باغاني. ايه المشكله لما اقول عنك ان انت الناس بتقول عليك ان انت مرشح السي دي؟ انا بقول حاله موجوده في المجتمع زي ما كل الناس بتتكلم. هو الموضوع كبر في دماغه بقى، فكبر في دماغه، فردنا على بعض، حبسني 4 ايام وخرجت. حبسك 4 ايام؟ توصيه طب. اه طبعا. قولي لي بقى احساسك بالاربع ايام دي اللي في السجن. دي اول مره تتسجن فيها؟ اه اخر مره ان شاء الله. سجن للستات، ها؟ لا للجدعان. عندنا ستات مصر جدعان. لا انا ما يعني بصي، انا ايامها قلت هو طلع قال على فكره مداخله مع احد الاعلاميين صحابه، يعني ان انا اللي بلغت عنها المصنفات. هو ما حبسنيش علشان انا يعني شتمته، هو حبسني المصنفات. اوكي. هو بعد كده خد عليا حكم اللي اتصالحنا فيه 6 شهور على الشتيم. ماشي. لكن هو بلغ عني المصنفات ان انا فاتحه قناه بدون ترخيص. اه هو هو محامي جامد، عارف يدخل لك منين. لا انا كقناتي انا بصي، احنا بس يعني احنا بنجل ونحترم القانون المصري والقضاء بتوعنا، بس بيبقى فيه ممكن قاضي وكيل نيابه يخطئ، ده عادي. بدليل ان بيبقى في درجات للتقاضي. طبعا. يعني عندك في حكم اول، في استئناف، في معارضه استئنافيه، في نقض، في درجات. ده يبين لك ان القاضي بني بس ادم، بس القضايا بتطول. بني ادم، بني ادم ممكن يخطئ، فاهماني؟ فانا لما هو بلغ عني المصنفات، انا ما كانش عندي قالوا ان انا عندي اجهزه بتبث، انا ما كانش عندي اجهزه بتبث. الاجهزه دي غاليه جدا. أوكي. ولازم تدخل بموافقه جهات امنيه. طبعا. انا بلغ عليك. انا ما عنديش حتى اجهزه مونتاج. فانا عرفت يعني من ساعه ما جم اخذوني ان انا راح اتحبس. انا عرفت خلاص. هو طلع قال انا اللي بلغت عليها مصنفات وانا اللي هحبسها. هو حبسها تاني، بس ما عرفش حبسها. هو قال انا هحبسها، وقال انا هقعدها في البيت وهقفل القناه. لا بس حكايه قفل القناه دي، بس عشان اولا هو حبسني، بس هو ما قالش كده. هو قال انا هحبسها ومش هتخرج، هتلبس ابيض وتروح سجن القناطر، على اساس ان انا كان يتجدد لي واروح السجن. بس البلد لسه فيها خير، فيها خير، ولسه في ناس محترمين. الخير في امتي الى قيام الساعة. خرجت بعد 4 ايام. اوكي. خرجت بعد بس انا عايز الاربعه راح يعني. مكلف حد في النقابه، ده مصطفى كامل اللي قال كده. ان هو كلمه وقال له سما واشطبها ومش عارف، وشطبوني من النقابه. عادي جدا. ده تاني يوم. تاني يوم على فكره، تاني يوم لما خرج عادي جدا برضه. انا مش مشاكل بالنسبه لي. بس انا بس قلت له حاجه. ما انا اقول لك، انا قلت له بهدله. انا قلت له حاجه،
قلت له انت حبستني هو انا اتفاجئت بالحبس؟ ليه بقى ما اتفاجئتش بالحبس؟ لان انا ايام الاخوان كان معرض ان انا اتحبس في اي وقت، ولو كنت دخلت ما كنتش اخرج. الحمد لله انا ايام مرتضى خدت 4 ايام وخرجت، فاهمه؟ بس فهو بعد كده لما اخذ حكمي يعني قال انا اعتذر على القضيه، ناس يعني اتكلموني وقال يعني خلص الموضوع معاه وكده ماشي. فهو قال اعتذر، قلت له ماشي اعتذر مش مشكله. اتصلتي عليه؟ هو اتصل عليه؟ لا لا لا، الناس اللي هو بعت ال بعت ال انا بعد ما عملت الاعتذار هو بعت بصراحه طلع قد كلمته. انا كنت شاكه حتى قلت للناس، قلت لهم افرض انا اعتذرت دلوقتي هو ما بعتش التنازل على المحكمه في الجلسه، ما انا دي كانت استئناف. لو كنت رحت وما كانش جه التنازل كان ممكن اتحبس. بس هو قال لهم انا قد كلمته، فعلا طلع قد كلمته، الحق يتقال يعني. وراح بعت التنازل على المحكمة. اه إيه؟ وخلاص الصفينه، مفيش بيني وبينه حاجه بقى. سواء الحلقه دي كده مش عايزه اروح. انت هيمنعك من دخول مصر زي باسم يوسف؟ لا 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 مش للدرجه دي. اللي منع اسم يوسف مش مرتضى. مين؟ لا الدوله. الدوله طبعا. بس في حد كاهم برضه بيتحرك؟ لا خالص، البلد ما تمشيش كده. طب البلد اللي هي شايفاه ان هو غلط والصح لازم يتعمل بيتعمل، مش مستنيه حد. بس ما فيش مصري يمنع من دخول مصر؟ لا عليه، ممكن يكون عليه حاجات، الله اعلم، ممكن يكون عليه حاجات. اصل باسم كمان بصي، احنا عندنا في مؤسسات مقدسه ما ينفعش الواحد يقرب منها، اللي هي الاجهزه السياديه والجيش الشرطه القضاء، ما ينفعش تقرب منهم خالص. هو باسم برضو افور شويه يعني، لما راح محطه ثانيه غير اللي كان فيها الاول ايام الاخوان افور يعني، كان بيجيب سيره الجيش كتير، وده ما يصحش عيب يعني. اللي ماسك صح. عصب البلد هو الجيش طبعا يعني، الحمد لله. وبعدين جيشنا ربنا ذكره في القران، انت ما ينفعش ان انت تتريق على عسكري فيه. انت ايه رايك باللون اللي عمله باسم يوسف؟ لا طبعا كان ليه دور، محدش يقدر ينكر ايام الاخوان. انا وباسم وتوفيق ناس كتير كان ليه كان بيقعد ناس في البيت عشان بس الناس تشوف الحلقه طبعا بتاعتها. وعلى الكافيهات كان ساعد برنامج باسم ده، الكافيهات كلها تشتغل عليه. ما انا برضو كان ايام فلول كان القهاوي كلها تشغل القناه. بالنسبه لقفل القناه بس عشان اقول لك ان مرتضى مش اللي قفلها، النور سات كان بينقل من البحرين لقبرص. اوكي. فاثناء النقل ده قمر كبير، في قنوات كتير بتسقط منه. أوكي. فانا وكذا قناه سقطنا يعني، سقطنا من على القمر، وبعدين اما راح قبرص فتحتها تاني عادي جدا. ده اللي انا فتحتها؟ فتحتيها بعدين قفلتيها. ما يوصلش يعني للدرجه دي. ايه؟ قفلتيها بعد كده انت بارادتك؟ عشان الدولار. الدولار غالي، مفيش كتاكيت. انت تؤمنين كنا بندفع الدولار كان ب 6 جنيه؟ كنت انا ادفع 2 ميجا ب 20,000 دولار يعني. احنا لا احنا 130 140 احنا الدينار الكويتي ب 3 جنيه؟ 3 دولار. لا انا اقعد هنا بقى يا رجاله، شغلوني معاكم اي حاجه. بس فانا وقنوات كتير قفلنا بعد الدولار ما غالي. بس انت تؤمنين بحق يعني بالراي والراي الاخر؟ طبعا. بنسبه كم في الميه سامي؟ في حدود الادب. حدود الادب؟ اه. لكن حد يقل ادبه لا يعني. انت مرات بتدخلي يعني بتعلقي تعليقات في فيسبوك او من خلال انستغرام؟ ماليش فيسبوك، انستغرام. انستغرام؟ اه. من امتى ما كان عندك زمان؟ لا عمري ما كان عندي فيسبوك نهائيا. انت حال الناس منتحله صفته وصفحات كبيره. وتويتر ماليش يعني، اول من كتب التويتر بتاع داخله صور اغنيه بلاش من تحت يا حره تويتر باسم، فالولد الموزع اخده وعمل اللي عملت مشكله، وتويتر عليه عدد اشتكيتي شاكية من زمان، شاكية تويتر، كل التويتر وكل الفيسبوك باسم شاكية. الانستجرام بقى ببلغ عنهم. ترى تقفليهم؟ ما قفلوش. ليه؟ ما اعرفش. قالوا لي سالت كذا مره، قالوا لي اصلهم بيدخل من كذا مش عارف في كذا ادمن وبتاع. اصل هو في سيستم ان هو لازم يلقطه وهو فاتح. اوكي. عشان يعرف هو فين. انت قلتي رايك باسم يوسف وابلة فاهيتة برضو اللي وقفت دي. دي عسل. كان... دي فاهيتة دي عسل. تحبيها؟ بس بحبها قوي. وزعلان عشان برنامجها وقف. ما سيبها ما بيتهرج. مرتضى برضو حط عليه. حط عليه بس وقفكم كلكم. لا لا. فيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. هو موقف دلوقتي مرتضى اصلا، كان نفع نفسه. مفيش الكلام ده. مرتضى نفسه موقوف من الاعلام دلوقتي. عشان مش عارف قضايا عنده، عشان تقريبا يعني كان بيدخل يعني يشتم حد في التليفون، مش عارفه بالظبط. بس هو نفسه مرتضى يعني موقوف. موقوف من نقابه الصحفيين اسمه يعني. من اللجنه الاولمبيه واقف. لا هو هو يعني شتم ناس في اللجنه الاولمبيه وكده. اللجنه الاولمبيه محترمين جدا على فكره، حتى مهندس هشام حطب ده حد بيتكلم كده كيوت جدا. لا هم عملوا في هم وقفوه كتوقعات وحاجات في النادي. مش عارفه والله التفاصيل، بس هو التوقعات في النادي. لا اتوقف من الاعلام، نقابه الصحفيين وقفته سنه. أوكي. اسمه ما يتذكرش، يقولوا رئيس نادي الزمالك ما بس اسمه. لا وفي حاجه تانية، هو موقوف قبل النقابه. موقوف ايه؟
مداخله المجلس الاعلى للاعلام اللي هو ماسكه استاذ مكرم محمد احمد، وقفوا الظهور في القنوات او مداخلات. طب هو بني ادم عادي زينا، هم مش عو يعني بيتوقف عادي، بيوقف ناس ويتوقف. بس هو بيعمل فيديوهات صغيره على اليوتيوب ونزلها عشان تتشير كل يوم. بس هو برضو خلي بالك هو يعني ما بقاش زي الاول، يعني تحس ان هو هدي شويه كده كبر يعني. كبر بس دخل في 70 وطلع. لا بس هو امانه يعني هو ما بيقولش كلمه اللي يكون قدها. انا بشوفه هيعمل كذا، هو بيعمل كذا يقول هعمل كذا يعني هعمل كذا يعني يعني هو قال حوقف ابله فهيته يعني وفعلا وقفها. لا انت عارفه قال هوقف ابله فهيته دي بقاله ثواني بس اقول عارف قال هوقف ابله فهيته دي بقاله كام سنه؟ 3 سنين. من 3 سنين قال هوقف ابله فهيته، اول ما جابت اسمه او اول ما قالت حاجه على الزمالك من 3 سنين بالظبط. فهيته لسه واقفه من كام شهر. اوكي. وفهيته وقفت علشان المجلس الاعلى للاعلام برضو لاحظ، قال يعني ان هو لاحظ عليها شويه حاجات كده بتقولها حاجات مسفه يعني. في حلقات محذوفه من اليوتيوب تبع القناه. ما بتجيش على القناه يعني، بتيجي على اليوتيوب قصدك؟ ايه لا هي لما تخلص الحلقه زي ما احنا دلوقتي يعني نعمل هننزل على اليوتيوب في حلقات محذوفه. والله انا كنت بشوف ان هي شخصيه كرتونيه بتضحك وخلاص. ايه بس برضو مرتضى يعني ما قصرش فيها يعني. لا ما قدرش يوقفها. لا لا بس ضحكني لما تكلمت على الزمالك هو. طب هو بتتكلم على زمالك بقى شر. انا اقول لك على، انا لما رحت 2016 مهرجان السينما برضو قعدت تتري عليا وانا قعدت اضحك عادي. قالت ازاي مدخلينها بالبروز والتضاريس بتاعتها دي يعني. هتسيبيهم في البيت؟ اوديهم فين يا اختي؟ اوديهم فين؟ اوديهم فين يا اختي؟ هم حد لاقي؟ مو حد لاقي؟ حد لاقي؟ هم ده بيعملهم صناعه دلوقتي الحمد لله. بس ف وكانوا بارزين في يوم توزيع الكلاسين. مالو عملتي اغراء؟ شو لب لب ليه لبس بابا نويل؟ طيب اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ والله لو لبست جلابيه، والله لو لبست جلابيه. طب اقول لك انا في رقصه كيكي، شفت رقصه كيكي؟ كنت لابسه جلابيه.